السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأسعد حال. رجعنا مع بعض في فيديو جديد، والنهاردة الفيديو هنعمل مع بعض البتنجان المخلل. هنعمله إن شاء الله بطريقتين، وهنعمله كمان بالبتنجان الأبيض والبتنجان الأسود. يا رب إن شاء الله كده ينال إعجابكم. يلا بينا كده نشوف هنعمله إزاي. معايا كده زي ما واضح قدامكم، معايا البتنجان الاسود بتاعي ومعايا البتنجان الابيض اهو. بصي اعملي الكميه اللي تحبيها، وسواء عندك ده او ده، الاثنين بيأدوا نفس الغرض والاثنين طعمهم حلو. معانا هنا بقى الخلطه، هنستخدم ايه الخلطه اللي هنحشي بيها البتنجان. معايا هنا التوابل بتاعتي، معلقه من الكمون، نص معلقه من الشطه، نص معلقه من الكزبره، ومعلقه ملح، ومعايا دول اربع فصوص من الثوم مهروسين كويس. معايا هنا فلفل احمر مقطعه صغير، او تهرسيه في الكبه او اي حاجه، اهم حاجه نحصل على ان هو يكون قطع صغيره كده. معايا هنا عصير ليمونتين، معايا برضو نفس الفلفل الاخضر انا مقطعه صغير زي ما قلت لك. عايزه تعمليه في الكبه او في الخلاط، تقطعيه على ايدك، اي حاجه، اهم حاجه عايزينه بالشكل ده. معايا هنا 3 معالق من الخل. بصوا بقى احنا هنعمل البتنجان الابيض ده والاسود بطريقتين مختلفين عن بعض. الابيض ده انا هسلقه وهنحشيه بالخلطه بتاعتنا اللي هنعملها كده قدامكم، والاسود ده هنقليه في الزيت. عايزه بقى تعكسي؟ ماشي اوكي، الطريقتين ينفعوا لنفس يعني الطريقتين يمشوا مع البتنجان ده، الاسود او الابيض. يلا نشوف هنعملهم ازاي. اول حاجه كده هجيب البتنجان بتاعي، اروح عامله ايه فتحه كده اهو، بحيث لا تكون ايه مفتوحه قوي، خليها كده تتشق مني نصين، ولا تكون صغيره، يا دوب كده تكون ايه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هعمل البتنجان ده وده بنفس الطريقة، حتى اللي هيتسلق برضو هعمله كده بنفس الطريقة. بعد ما شقيت كده البتنجان بتاعي هعمل ايه دلوقتي الخلطة بتاعته، علشان لما يطلع من النار هو سخن على طول نحشيه علشان يتشرب بالطعم كده. اول حاجة هنزل الفلفل بتاعي الاخضر. بصي اعملي الكمية عادي، متقلقيش، اي لو اتبقى عادي انت ممكن تشيليه في الفريزر عندك، تحفظيه عادي في اي وقت عايزاه هتلاقيه. هنزل بالتوابل بتاعتي والثوم والملح طبعا كلهم كده مره واحده. دلوقتي هنزل بعصير الليمون، هنزل كمان بمعلقتين الخل. زي ما قلت لك اهم حاجه الخلطه بتاعتك دي تبقى مظبوطه علشان ايه تاخدي احلى بتنجان. هنقلبهم كده كويس. لو عايزه ما تحطيش الفلفل الاخضر ده ماشي يعني، مش بس هو صدقوني بيفرق في الطعم بيكون احلى. بس كده اهو جهزنا الخلطه بتاعتنا. نحط بقى البتنجان بتاعنا الاسود الاول على النار نقليه في الزيت. اهو انا جبت كده الزيت، حطيت فيه البتنجان، هقلبه كويس. طبعا اول ما يتقلي او يستوي انا هعرفه. بصوا هتعرفوه ازاي، اقول لكم هتعرفوه ازاي. الشق اللي فيه ده هيتفتح كده شويه وهتلاقي اللون بتاعه بقى دهبي.
تعرفي كده ان البتنجان بتاعك استوى. اهو انا هعمله قدامكم. قال لي ايه يعني هو مش هيستحمل، قال لي ايدك فيه عشان انتوا شايفين معايا حجم البنجان صغير قد ايه، ومش هياخد معانا نار ومش هياخد معانا وقت. اه بصي زي ما قلت لك بتبتدي ايه تفتح شويه كده هتلاقي اللون بتاعها يكون ذهبي. خلاص كده البدنجان بتاعي استوى. احنا دلوقتي هخرجه في مصفى او تخرجيه في مناديل، على مناديل مطبخ براحتك يعني. هو كمان المعلقه زي ما انتم شايفين اهو مصفى علشان ايه تصفيه للزيت. اعمل حاجه كده متكونش ايه جايبه معلقه تاخد معايا الزيت. بعد كده لما خرجت البدنجان الاسود بتاعي هجيب حله احط فيها ميه، هسلق بقى ايه البدنجان بتاعنا الابيض هحطه فيها كده من غير اي حاجه، الميه من الحنفيه. اول ما كده البدنجان بتاعي او الميه بتاعتي تغلي فورا هقفل واحط البدنجان بتاعي ده تحت ميه كده من الحنفيه تاني علشان هو مش هيستحمل زي ما قلت لك. انا بس يا دوب عايزه الميه بتاعتي تغلي اخرجه وافتح عليه الحنفيه. خلاص كده زي ما قلت لك بعد ما نخرج البدنجان مباشره عايزين ايه نحشيه بالخلطه بتاعتنا هو صخر علشان بس يتشرب منها ويكون طعمه حلو. اهو هو سخن يعني انت يا دوب هتمسكيه بالمعلقه ما تقلقيش منه لان هو مفتوح جاهز اهو قدامكم. تقدري بقى تاكليه ايه يعني مثلا بعد ساعه كده، تسيبيه ساعه كده الاول علشان يتشرب من الخلطه اللي فيه، وتقدري تستخدميه طبعا براحتك. بعدين تشيليه منه في الثلاجه تحطيه كده في حاجة ليها غطا وكده تغطيه وتشيلي في التلاجة. بصي انتي وبتحشيه يعني دوقي الخلطة بتاعتك دي على طرف لسانك، لقيتيها عايزة ناقصة ملح وكده حطي لها عادي، يعني ان احنا مش عايزين الملح بتاعها يكون مظبوط، لا عايزينه ايه تكون ملحة شوية كده سنة علشان تهيألي البتنجان بتاعي. طبعا احنا حاطين البتنجان الابيض على النار زي ما قلت لك دقيقه واحده، اول ما يغلي الميه بتاعتنا هنروح على طول نقفل عليه. الفلايه دي كبيره عادي ما نعملش حاجه، اهو تحشيه بكل سهوله. هو سخن قوي بصراحة يا جماعة. خلاص كده انا خلصت كله كده قدامك، هو زي ما انتوا شايفينه كده بالشكل ده عملنا احلى بدنجان مخلل مع بعض. يلا بقى نشوف ونطمن على البدنجان الابيض بتاعنا. خلاص كده اهو البدنجان بتاعنا خد دقيقة كده على النار، اول يعني ما غلت كده دقيقة واحدة واروح مخرجاه في مصفى وافتح عليه الميه زي ما قلت لكم. بصوا لو عاوزين بصوا هو لونه يعني ايه اتغير معايا شويه، لو انت عايزه تحافظي على لونه وعايزاه لونه يفضل ابيض زي ما هو قبل ما تعملي البدنجان في الخطوه دي كان اعيه في الميه، ميه من الحنفيه عاديه نعيه فيها لمده 4 ساعات. اهم حاجه تكوني ايه منزلاه في الميه كده كويس لمده 4 ساعات، تحطي عليه حاجه يعني كده تكون تقيله كده وتغطسيه في الميه لمده 4 ساعات هيطلع لك اللون بتاعه
ابيض وجميل، لكن بصي الطعم ما بيفرقش اصلا، هو هو نفس الطعم. اخرجه واحطه تحت الحنفيه علشان نحشيه. خلاص دلوقتي انا هحشيه برضو، انا حطيته تحت الميه بتاعت الحنفيه زي ما قلت لكم عشان بس ما يتهريش وتبقى ماسكه نفسها كده. لسه برضو القلب بتاعه سخن، هحشيه كده. بعد ما احشيه بقى هكون جايبه طبق كده عندي حاطه فيه من الفلفل الاحمر اللي احنا فرمينه ناعم، حاطه فيه عصير ليمون، وحاطه فيه برضو معلقه صغيره من الملح، وحاطه فيه معلقه صغيره من الكمون هنزل بيه علشان ده مسلوق كده وعايزينه ايه يتطعم كويس كده بالطعم. هنزل كده بالبدنجان بتاعي بعد ما احشيه، انزل بالواحده كده. طبعا سخن انا ايه مش قادره امسكه بصراحه، حطيته تحت الحنفيه ولسه قاعد سخن. وده كده شكل البدنجان بتاعنا في النهايه بعد ما خلصناها حشو. يا رب الطريقه تكون عجبتكم وتكون سهله عليكم، تقدري تعملي البدنجان المخلل بتاعك في اي وقت، حاجه كده حلوه تفتح النفس. بس ما تنسيش في النهايه لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي، قناة مطبخ نورة بنت العمدة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، ولك مني جزيل الشكر. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.